كايرو دار البوابة المعرفية لليوم السابع، عاملين يوم 21 سبتمبر هيبقى فكرة لان احنا نكرم الايه الاباء، نعمل لهم عيد الاباء زي عيد الام. ايه رايك في الموضوع دوت؟ هو طبعا موضوع كويس، يعني زي ما بيكرموا الام طبعا الاب له دور في التربيه، وان هو طبعا زي ما الام بتتعب في تربيه ابنائها الاب برضه بيتعب، فلازم برضه يبقى في هنا تكريم وفي هنا تكريم. طب واختيار اليوم 21 سبتمبر بالنسبه للاختيار، يعني هو مش هيبقى، يعني المفروض ان هو المفروض يعني ان هو يبقى 21 مارس تكريم اب وام في نفس التوقيت، يعني زي ما بيكرموا ام زي يكرموا الاب، لان هم يعني جزء واحد. طب في يعني ناس من الاباء بيضحوا بنفسهم ويفضلوا يربوا اولادهم ممكن ما يجوزوش لسنين كبيره جدا، انت صادفت حد من الناس ديت؟ هو طبعا انا اسمع لا ناس كتير بتقعد على تربيه اولادها لان طبعا ما بيحبش يعني ان هو بيرتبط بزوجه تانيه ممكن تزعل اولاده او تضايقهم، او لو هم مثلا اولاده كبار في السن شويه بيحسوا برضو بالحته ديت يعني كده. فانت مع تكريم الاباء في يوم يبقى عيد خاص بيهم برضه؟ طبعا لازم يتكرم الاب، ما هو الاب ده هو يعني برضه هو اللي بيتعب وهو اللي بيشقى وهو اللي بيجيب القرش اللي بيصرفه على العيل لحد طبعا لما بيشوفه هو يبقى احسن منه كمان. فكرة عمل عيد للاب يوم 21 سبتمبر اللي بتعمله او بيعمله موقع كايرو دار البوابة المعرفية اليوم السابع، ايه رأيك فيها؟ والله هي فكرة، يعني موضوع عيد الأم ده أو المفروض إن حقوق الوالدين ربنا ذكر الأم والأب حتى في القرآن، زي ما إحنا واجبنا نحو الأم وبرضه واجبنا المفروض نحو الأب، يعني هما ليهم حقوق علينا ولازم يعني زي ما تعب علينا لازم نقف جنبهم طبعا. على فكرة عمل عيد للأب يوم 21 سبتمبر من كل سنة، إيه رأيك فيها؟ فكرة جميلة. فكرة جميلة، يا ريت حاجة كده زي كده تنفذ، بحيث ان الناس بتفتكر مثلا اقول لك عيد الام يبقى ما فيش غير عيد الام، لكن هو المفروض عيد الام والاب طول ايام السنة مش يوم كمان واحد في السنة. تمام؟ طب انت بتفتكر مثلا نماذج لاباء وقفوا جنب ابنائهم قبل كده تعرفهم مثلا او بيحضرك حاجة زي كده دلوقتي؟ اباء ايه؟ اباء يعني وقفوا قدام مع ابنائهم جنب جوار ابنائهم، ما جوزوش مثلا، ما سافروش بره وفضلوا واقفين جنب ابنهم لغايه ما ربوهم. طبعا انا واحد من الناس، والدي تعب عليا وشقي عليا واشتغل شغلات كتير صعبه عشان يربيني وطلعني السنه وقام وطلعني متعلم والحمد لله. يعني هو يعني ليه الفضل عليا طبعا، هو والدتي. فلازم يجي يوم يعني مهما عملت ومهما وقفت جنبهم مش هرد لهم ذره واحده من اللي هم عملوه عشان خاطري طبعا. هايدي جميل. ايه رايك فكره ان يكون في عيد الاب يوم 21 سبتمبر؟ تمام، هي فكره كويسه، ولان الاب له دور كبير ولازم يكون ليه حاجه زي الام كده في عيد الام، لازم يبقى في برضه عيد اب هو له دور كبير ولازم يكون له تكريم. لازم يكون له تكريم طبعا. ودور ايه رايك مثلا، هل شفت نماذج قبل كده لاباء ضحوا علشان ابنائهم؟ تفتكر حد منهم؟ طبعا في اباء كتير يعني بعد ما ازواجهم توفوا وكده ما رضوش ان هم يتجوزوا وكملوا وربوا اولادهم وجوزوهم. وجوزوهم بالفعل؟ ناس تعرفهم انت شخصيا؟ في طبعا. طيب ماشي، تحب في اليوم دوت التكريم يبقى شكله ازاي؟ هو عادي، بس هو يليق بس بالابهات دور كبير اللي هم عاملينه، يكون مستوى كويس يعني وفعلا يبقى فيه تكريم جاي. تمام. هو الاب المفروض يعني ان احنا نعمل له يوم عيد زي عيد الام. الاب بيتعب اكتر من الام، هو اللي بيشتغل، هو اللي بيشيل البيت كله. طبعا من غير الاب تبقى حاجه وحشه. انت قلت لي ان انت عندك اغنيه مخصصه للاب في عيده، او لو في عيد الاب انت مستعد ان انت تساهم بالاغنيه ديت؟ نساهم بالاغنيه بتقول يابا نفسي اقول لك كلمه واحده كتير شلت في همي، نفسي اقول لك انك انت بس مش قادر تفهمني، انت كتير في الدنيا بتشيل في همي، جيت اقول لك انت يابا ربنا يخليك ليا، كتبت ليك في كل حرف ليك من دمي، اسمع على الارض لما قلت ليك ابويا اللي اكرمت فيا الحياه، بقول لك انت ربنا اكرمك بيا، بغني ليك دلوقتي اغنيه يمكن تحس بيا، ادينا اهو بقول لك ربنا يخليك ليا.
بس. تمام. اه يعني المفروض يكون في عيد للاب نكرمه باغنيه ذكرى على التلفزيون، شرط يكون عيد يعني. وليه ايه اللي يمنع ان يكون في فعلا يوم للعيد زي ما كايرو دار فكرت اللي هي البوابه المعرفيه اليوم السابع انها تعمل يوم 21 سبتمبر كعيد للاب؟ اه يعني هي المفروض فعلا يعني صح، كان المفروض برضو تيجي من اكتر من جريده او اكتر من قناه، اي حد من الاعلاميين كان المفروض على الاقل يطلع يشكر الاب على مجهوداته وتعبه معانا، لان في ابهات كتيره قوي طلعت جيل كويس جدا، في ابهات بعد ما ازواجهم توفوا يعني اجتهدوا اكتر من ما كانوا ازواجهم موجوده وتعبوا اكتر في شغلهم عشان يطلعوا جيل سوي ويعني يطلعوا حاجه يفتخروا بيها. واكبر مثال ان انا جدي كان جدي وستي توفت وهو كان عنده 3 بنات، اصغر بنت فيهم كانت سنه مرضيش يتجوز وفضل رباهم لحد ما طلعهم احسن مستوى وشاف ولادهم كمان ومرضيش يتجوز خالص لحد ما مات وفضل عايش على ذكراها وفضل كان كل سنه في ذكراها كان يطلع وياخدنا معاه ونزورها وكان بيقعد انا بالذات لاني كنت لاني اكبر العيله كان بيقعد يحكي لي عنها كتير يعني في ابهات بجد تستحق كل شكر وتقدير وعلى الاقل انا كشخص في عيد الام كل سنه وكل اب طيب لو كان في ايدي حاجه اعملها كنت هديتهم اكتر من ان انا اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. فكره عمل عيد الاب دي بتكون حاجه كويسه جدا، انا برضه ان عيد الام موجود كل سنه وبرضه الاب بيبقى ليه دور مهم ويعني دور يعني فعال كبير هو اللي بيبقى عليه المسؤوليه. نادي مثلا يعني مثلا لو هم 2 متجوزين وطبعا الام ماتت الاب برضه يبقى موجود يبقى عنده اولاد وهو طبعا يعني هو اللي بيدافع عنهم هو اللي بيصرف عليهم هو اللي بيعمل لهم كل حاجه واهم حاجه يقدر يعني اهم حاجه يعني الاب يبقى هو اللي ماسك الدنيا كلها هو اللي بيصرف على البيت وكل حاجه هو اللي بيحمينا هو اللي كل حاجه تبقى موجوده. يعني الفكره كويسه بالنسبه لك ان يبقى في عيد الاب؟ اه طبعا الفكره تبقى كويسه جدا جدا. اه طبعا الاب ليه ادوار كتير يعني هو اللي بيبقى شايل مسؤوليه اكتر برده الام بيبقى ليها مسؤوليه بس الاب بيبقى ليه مسؤوليه اكتر طبعا اللي هو اللي بينزل وبيشتغل وبيجيب فلوس عشان يصرف علينا ويعيشنا احلى عيشه وعشان يربينا احسن تربيه والاهم من ده كله برده اللي احنا يعني الاب لازم يبقى ليه حب برده زي الام دي بتبقى اهم حاجه تبقى موجوده. انا عندي مثلا انا ليا واحد اعرفه جارنا يعني اسمه ابو عمرو ابو عمرو دوت يعني حاجه كويسه جدا قاعد يربي ولاده يعني حتى هم ميتين يعني دي حاجه اللي انا اقدر اوضحها ليهم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من رحمه ربنا ان خلق الانسان في الدنيا ان يكون له دور سواء كان الاب او الام، فالام لها دور فيعتبر المجتمع كله، الاب برضك له دور ان الاب رمز الامان والام رمز الحنان وكلاهما بيغطي بعض. لا الطفل يقدر يستغنى عن ابوه ولا يقدر يستغنى عن امه، فتماسك الاسره هو يعتبر تماسك الطرفين دول ببعض سواء كان الاب او الام، ودمار الاسره بيبدا من دمار الاثنين اذا تخلى اي طرف عن دوره سواء كان الاب في ان هو يصرف على بيته او يتحمل مسؤوليه التعب والمشقه، فجعل عيد للاب فيعتبر كل يوم الاب بيبذل فيه مجهود هو عيد له، وكل يوم الام بتبذل بها مجهود هي عيد ليها، لان الام مش مسؤوليتها ان هي تخرج تشتغل او تعمل او تجد في سبيل ان هي تصرف على البيت، الام مسؤوليتها ان هي تعمل نشء سليم يتمثل في تربيه يتمثل في اعداد خلق يعتبر كما قال الشعراء الام مدرسه اذا عددتها اعددت شعبا طيبا الاخلاق. والاب في نفس الكلام اذا تخلى عن دوره ان هو يجد ويتعب ويخرج في الشارع ويكافح ويجاهد ويبذل اقصى ما في جهده اذا تخلى عن الدور ده يعتبر تخلى عن المجتمع كله وتخلى عن مسؤوليته في الاسره. طب فكره عمل عيد الاب زي عيد الام كده بالظبط فكره طيبه بس بالنسبه لثقافه الشعب المصري ما يقبلش ان يكون له عيد، لان الاب على مدار السنين ومدار الاعوام هو كل يوم له هو عيد، لان الشعب المصري شعب مشوش وشعب طيب فعيده هو عمله عيد الاب هو عمل ان هو يخرج ويشتغل ويعمل. طب تكريمه في يوم
تكريمه في يوم برضه فكره طيبه. التضحيه والعمل والمجهود اللي بيبذله يستحق ان هو يكون له دور، ويستحق ان هو يكون له عيد، ويستحق ان هو يكون له يوم مخصص. مش عيب ان يتعمل له عيد. ماشي. فكره اتفضلي. طيب دلوقتي يعني هو عيد الاسره كلها، ومش عيد امي بس، ده الاب والام واحد، والاسره كلها تبقى فرحانه ومبسوطه عامه يعني. طب لو عملنا عيد الاب لوحده بس؟ لا، زي عيد الام ما ينفعش. لا، ليه؟ اسره. لا، لان الفرحه للكل. طب ما احنا بنعمل عيد الام لوحدها. لا، مع برضه بنقول لابونا سنه وانت طيب. يعني في عيد الام برضه بنقول للاب. بنقول للخلان اللي ما عندهمش اولاد والعمام برضه، ده عيد اسره جميعا. طب ده ليه؟ هل ده يمنع ان احنا برضه نعمل عيد الاب وهو بيتعب وبيجتهد مع اولاده، ونبقى ليه يوم برضه نكرمه فيه؟ برضه هو عامه عيد الاسره كامل، والام زي الاب، بس هو الام عشان هي برضه اللي بتبت حاجه اكتر. هو سبب ما بنقول عيد الام، لكن هو عيد اسره عامه. عيد الاسره عامه، اتفضلي. يبقى عيد الاسره فقط، مابقاش في عيد اب لوحده. لا لا، هو برضه الأسرة. ماشي، شكرا. ايه رايك فكره عمل عيد للاب؟ عيد الاب ده 10 على 10. الاب اللي بيتعب وبيطلع عينه عشان خاطر يربي ولاده ويخليهم في احسن حال، والام قاعده في البيت يعني عايزه اكل، عايزه شرب، هو بيبقى مسؤول عن كل حاجه، بيطلع بره بيشقى وبيطلع روحه عشان يجيب لهم الفلوس ويوفر لهم العيشه الحلوه. انما الام بتيجي اخر النهار تقول هات هات، هي كل المسؤول منها انها بتقول هات. طب هي لو معهاش هتجيب له منين؟ انما الاب اللي شايل طول النهار وتعبان وطلعان روح. يعني الاب محتاج برضه اليوم للتكريم زي الام. ايوه طبعا، الاب طبعا محتاج، والاب محتاج اليوم للتكريم زي الام كده، واكتر من الام كمان عشان هو تعبان اكتر من الام. وهو اللي مخنوق في الشغل في طوالي وبره وجوه في كل حته، في البيت وفي الشغل وفي كل حاجه. في ناس كتير اباء كانوا بيضحوا عشان عيالهم، تفتكر حد كان جارك او قريبك ما رضاش يتجوز مثلا وقعد ربي عياله؟ ايوه، عندنا ناس بتضحي عشان خاطر ولادنا يعيشوا مرتاحين ومبسوطين، واحنا برضه بنضحي عشان ولادنا يتعلموا يبقوا حلوين ويبقوا احسن الناس. يعني انا عن نفسي ببقى عايز ولادي يبقوا احسن الناس، بتعب، انا عامل عمليه في ظهري، مركب شرايح ومسامير وبطلع اشتغل اهو كسواق بالاجره، عشان ايه؟ عشان اريح ولادي واخليهم في عيشه حلوه وهم ووالدتهم. يعني انا مثلا بقى تعبان وعامل عمليه غضروف ومركب شرايح مسامير في ظهري وبطلع اشتغل، بحيث ان انا ايه؟ اربي ولادي في عيشه حلوه وفي اسره حلوه. يبقى انا اخلي امهم تطلع تشتغل عليهم، ولا انا اللي بطلع اشتغل عليهم؟ عشان انا معايا عيال كبير وانا اللي بطلع اشتغل عشان اعلمهم وعشان اكبرهم واجوزهم. اتفضل. الراجل على الحال، ظروفي وحشه، واخد بالك سيادتك، ولا تعبان يعني، ولا ورايا ولا قدامي. انا حاجه طبعا، عيد الاب عادي ما فيش مشاكل، كويس عادي يعني. هو راجل سايس، باكلها بملح وبصله عشان اربي ولاد، ولا عندي 3 4 اولاد ما حد سائل فيها خالص، بس اكتر من كده ما فيش. يا ظروفي بقى على كده، عامل عملية في رجلي وما بقدرش امشي. ماشي.